عشام عشام ايه عشام مشمشيه الشام مشمشيه الشام لا امتى بدنا نستنى يا اخونا؟ 10 دقايق بنمشي يا اخي. فوت راسك فوت فوت لجوا فوت لجوا. اهلين مرحبا. مرحبا حبيب. اهلين يا اخ بخير عينك. الباص الثاني امتى بيمشي؟ ما في باص ثاني اخي، هذا اخر باص. مرحبا عمي. اهلين ابو عبدو. اهلين. شلون يعني اخر باص؟ قصة الدنيا الظهر. معك حق الدنيا الظهر، بس الحكومة مصادرة كل الباصات. اوف، وليش كف الله الشر؟ ما تشوف شر اخي، لمعلوماتك اليوم في مسيرة، والناس كلها محتفلة، مشان هيك الحكومة استأجرت الباصات مشان تنزل الموظفين، واستأجرت الشاحنات مشان تنزل العمال. الله يديم الأفراح بجاه الحبيب. ومثل ما بتعرف أخي، الحكومة الله يعزها ويديمها، ما عندها باصات كفي كل أفراد الشعب. عالشام عالشام. إيه لكن منيح اللي لحقت حالي. ليش حضرتك نازل عالشام؟ إيه والله نازل. ومعك أغراض؟ ما معي غير الشنطة وهالكم كتاب. فيها ممنوعات شي؟ أعوذ بالله، ما فيها غير كتبي وتيابي. بيكون أحسن، لأنه مثل ما بتعرف على الطريق في دورياتها، هل أكون بالتفتيش الله وكيلك. دخلك؟ وليش ما بيعملوا هيك مع غير ضياع؟ قال لأنه نحن قرية حدودية وروح أدنى التهريب. شرف أخي شرف، ما بدنا نعلم على الدوريات. شرف. لا ولا يهمك، كله عن نظام. فوت لجوا يا أخي. يعطيك العافية يا معلم. مشمشية دمشق، مشمشية دمشق. أخي بصراحة مو غير لف ودوران، أنا معي كيس سكر وكم كروز دخان، في مجال نزلون معي؟ أعوذ بالله، أنا ما بنزل معي شيء أبدا، من غير شيء حبيبي أنا صوفتي حمرة عند الدوريات. أخي إذا صار شيء معك على مسؤوليتي الشخصية. بلا شخصية بلا مخصية. الله يرضى عليك لا توجع لي راسي، صار لي 20 سنة على الخط ما نزلت معي علبة سردين واحدة، والكل بيعرف عني هالشي. بقى حبك تطلع لحالك أهلا وسهلا، ما حبك الله معك حبيبي وقلبي داعي لك. طيب بعطيك عليهم 200 ليرة. أمنت بالله على هالنهار؟ ولك حبيبي عربي عم نحكي مو تركي. طيب طيب لا تضوج. بلا هون أخي. مشمشية دمشق، مشمشية دمشق. أهلين مساعد شفيق. أهلين سطوف. شو ليش واقف ما تمشي؟ مو لين تلا الباص. يفضح حريشك شو طماع، الباص مليان. إيه صحيح، بس في لسه راكب ما وصل لسه. ودخلك منو هالخواجة اللي معطل الناس كلها عن أشغالها؟ المرحوم حسني الأبائيبي. شو عم تمزح معي ولا عم تخفف دمك؟ لا والله عم بحكي جد، المرحوم توفى بمزرعته بضيعة التعتولة، وبدهم ينزلوا جثة معي عالشام ليندفن هنيك. هيك الزلمة موصي. ومعلومك الباصات كلهم بالمسيرة وما بقي غير باصي. ها وليش باصك ماله مشترك بالمسيرة؟ هلا طالعته من الصيانة. بعدين المسيرة الله يعزك ويعزها اما راح تتعطل على باصي. ايه وامتى راح يشرف المرحوم؟ ليكن وصلوا. ليش ما بتاخذوه بنفس السيارة عالشام؟ ما بتقدر السيارة تفوت للشام لأنه خالصة وراقة. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلين وسهلين. وين بدنا نحط المرحوم؟ على ظهر الباص. وين يعني؟ بس مين بده يستلمه مني هنيك؟ أهله منتظرينه بالكراج. ماشي الحال. أصبح يلا يا شباب، طلعوه على ظهر الباص، تعوقنا الله يرحمنا ويرحمه. لحظة لحظة، لا تنزل شيء. ليش؟ وين ورا الزلمة؟ أنو زلمة؟ المرحوم يعني أنو زلمة؟ معك حق سيدي، تفضل. هاي شهادة وفاة، وهي تصريح بنقل الجثة من التعتولة للشام. مزبوط، الله يرحمنا ويرحمه. آمين يا أرحم الراحمين. إيه سيدي، فيك تحمله. ماشي الحال، يعطيك العافية مساعد شفيق. سطوف. نعم. نادينا لهالشباب خليهم يساعدونا، ما فينا نحمل لحالنا. ايه على عيني وراسي. يا شباب خلي ينزل كم واحد منكم حتى تأجروا معنا، بنوبكم ثواب. يلا حبيباتي يلا أجروا يا شباب، أجروا يرحم أحبابكم. يلا رحمة الله عليك. يلا يا شباب يلا رانوا عليكم يلا. لا إله إلا الله. رحمة الله. أجروا يا شباب. أجروا يا شباب. أجروا رحمة الله عليك. عليك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أجروا أجروا. نوح على الدين. نوح على الدين. نوح على الدين يا شباب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لك مو من هون اللي بيعني. خلي راسه على مهلك على مهلك على مهلك على الحوار. يا سلام عليك بعيدك رحموا على المرحوم يرحمنا ويرحمكم الله. عشر عشر عشر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. فاتحه يا شباب. يلا يا شباب.
جهزونا فاطة يا شباب، ما نرجع لكم. ها واللي ما معه يدبر حاله اخي. يلا سطوب حرك عاضي. بس يلا مشونا. بسم الله. عشام عشام عشام. شباب شاي سطوف؟ اي والله من يد ما نعدمه. يسلم وديات يا موفق. شو كنت عم قلك؟ كنت عم تقلي انه دوبلك. صحيح، دوبلني عند طلوع صوان. سيارتي كانت مزروكة زرق وما قدرت لحقه، فقلت لحالي يا ولد اتركه. يعني معقول تترك واحد غرب السواقة يعلم عليه؟ فشرت عينه، شو يعلم علي؟ انا صار لي على الخط 20 سنة وما حدا طلع له معي ابدا. المهم يا موفق، ضليت ماشي وراه هيك لحتى وصلنا على نزول الصفصافي. وهون بتبين المرجلة بقى. ها ها، برافو عليك. شو ساويت أنا يا حزراك؟ عطيت السيارة مازوت للصاجة وبعدين فضيت غيار وبومرتها بهالنزلة وقلت لها روحي. الله وكيلك هويت السيارة. هويت هوية بهالنزلة الله مولاها. ولو تشوف عينك الركاب شو صار فيهن يا زلمي من الرعبة. هذا اللي صار وشو، هذا اللي غطان، والتاني اللي صار يقرأ آية الكرسي. صاروا كأنن بيوم الحشر. اي والله الله وكيلك، ما بزل عليك وموفى. المهم بالآخر طمني، دوبلته؟ ولك شو دوبلته، ما عاد بين وراي. لا والنهفة، كان معي 3 ركاب بدهم ينزلوا بكعب النزلة، الله وكيلك ما قدرت واقف لبعد 3 كيلومتر. معلومك أخذ لنص ومو وقت الوقفة والفرامات هلا. منيح اللي ما طلع شي بوشك. الله ستر يلي ما طلع شي. ومرة كانت معي الدبة. أني دبة؟ هذا الباص الأصفر يلي هاجم بوزه لقدام، شوفرية الخط بسموه الدبة. أهلا وسهلا، الله يعافيك. أهلا وسهلا ومرحبا. ايه كان معك الاصفر الدبه، شو صار؟ لك اخي وين بدك تطالك الى العالم هي؟ معليش دبروا حالكم، محل الضيق بيسع الف صديق، معلومك الباصات قليله، مو حلوه نقطع الركاب. لك شلون بدنا ندبر حالنا شلون؟ صرنا مثل مكدوس. فصاعش وما فيكم خير، لك مو احسن ما تضل هالعالم مقطوعه بالطريق؟ بعدين بركي بدهم يشاركوا بمسيره الاحتفال، معقولة نحرمهم من هيك فرصه؟ ازركوا على بعضكم شوي يا اخي، ازركوا على بعضكم، فوت هيك. يلا اخي يلا اطلع اطلع، فوت راسك. فوت لا اله الا الله. بعد هيك يا اخي، بعد له بعد له شوي، وسع له. فوت راسك يا اخي، فوت راسك. يلا جهزوا لنا فراطه، جهزوا فراطه يا جماعه، هم معنا رجع لكم. ها اطلع سطوف، يلا شغل. عشام هون ما في محلات، اذا بدك تطلع على السطح. بطلع على عفاريت. بس اسمع، في تابوت فوق. تابوت شو؟ واحد ميت اخذينه معنا على الشام. ولي واحد ميت؟ اخي اذا بدك تطلع ما بدك خلينا نتكسر. لا اله الا الله. هات حاسبني حاسبني بطلع. خلصنا يا اخي. يلا حرك سطوف، حرك. يلا يا اخي حرك حرك.
عمى. شو وين الميه؟ يا حري حريشك يا سطوف، يا والله لو بينزلوك بهالتابوت ما بتبطل عاده التهريب. سوسه سوسه. وجبني هي بحياتي ما دقت مثلها. اخ اخ لو كان معي شي رغيف خبز. رجينا شوفي كمان. فيه. الله يعافيك. شو في معك بالباص؟ شوفت عينك هاي الباص قدامك. شو في هذا على ظهر الباص؟ جثة المرحوم حسني الأبايبي بعتينا معي عالشام. لك مو هذا اللي عنده مزرعة بالتعتولي؟ هو بعينه رحمة الله عليه. وإمتى توفى؟ امبارح بالليل والله. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعرف فعلا كان زلمي آدمي. شايف؟ إيه والله ما عم يموت غير الأوادي. مظبوط، لذلك انت لساتك عايش. مقبولة منك حضرة المساعد. ومين هذا اللي على ظهر الباص؟ قرايبه للمتوفي. العوض بسلامتك يا اخ. نعم عم نقول العمر لك. الله يسلمكم سيدي. معكم تصريح ابن اهل الجثة؟ شلون شو قلتوا سيدي؟ ايه معه عطاني اياه. ليك وينه؟ الله وكيلك ما تحركت بالباص قبل ما اتاكد من التصريح. تفضل شوف. هذا شوف مشي. الله معكم. يسلم وديات. مع السلامه. الله معكم. معك شي باكيت دخان؟ لا والله يا حبيبي ما بينعز. لك زبون عوافي ليك. يلا العافيه. يعطيكم العافيه. الله معكم. مع السلامه. حرك حرك سطوف حرك. على شي كاسة شاي سخنة هيك تدفي لي مفاصلي. لحظة ما في محلات هون. بدك تحضر الباص. طيب بس في تابوت. ها شو هاد تابوت؟ لك شبك انت عارف شبك؟ واحد ميت نزيله معنا على الشام. شو فيها يعني؟ يا اخي بس مو متعود انا. اصطفي روح ماشي حرك صبوط. لا دقيقة خلص بطلع. يلا اطلع بتحاسبني بالشام. استعجل. ايه بس دقيقة لا اطلع. لك اطلعي خلصني بقى.
وصلنا على الشام لسا؟ ولي ولك شو رجعك انت؟ لك لا 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 ولي ولي يا شباب يا شباب الميت صحي صحي الميت صحي الحاولي بتابوت تاني. شو شايفتك مبكر اليوم؟ ايه والله يا رباب عندي اجتماع مع الاستاذ فواز رئيس البلدية. لكن قبل ما انسى اعطيني حق كنزه للصغيرة. ليش خلص المعاش؟ يو يطعمك الحج والناس راجعة طبعا خلص خلص من 15 الشهر. وليش هيك خلص بسرعة؟ شو ليش هيك خلص بسرعة؟ خلص ايه بس انا ما معي مصاري المعاش وسلمتك يا من اول الشهر بقى من اللي مو قلت لي بدهم يعطوك مكافأة هذا الشهر؟ صحيح بس ما قبطوني شو بساوي بهالحالة؟ يا عيني عليك وعليهم وانا اللي متجوزة مهندس قد الدنيا وشهاداتهم عباية على الحيطان. هلأ لا تزيدي علي عند الصباح قلبي من هالقصة علقان على نكشي. بدك شي؟ سلامتك. قال بدك شي قال الحما ما أبشع الكلام اللي ما له معنى. يا أستاذ أحمد أهالي صقع القط صاروا مقدمين أكثر من 20 شكوى للجرائد والسيد المحافظ صار حاكي معي مرتين من شانهم. بخصوص شو أستاذ؟ بخصوص ورشات النظافة يلي حضرتك المسؤول عنها. عم يقولوا بشكواهم إنه ورشات النظافة ما زارت صقع القط من شهرين والزبالة مكدسة تكديس جنب الحيطان والناموس والحشرات رح ياكلوا الناس أكل. بقى ممكن تفهمني شو القصة يا مهندس أحمد؟ يا أستاذ لا في لا قصة ولا شيء. بس المشكلة الرئيسية اللي عم نعاني منها انه سقاق القط طويل كتير وضيق وما بتقدر اي آلية مهما كانت صغيرة تفوت على هالسقاق حتى تنقل الزبالة من جوا لمحل السيارة الكبيرة. صعب كتير يا أستاذ والله صعب. انا هالكلام ما بفهمه. سقاق القط لازم يتنظف كل يوم فهمان؟ على عيني كلامك أستاذ بس شلون؟ شلون ما بعرف بس انتو كلكم لازم تفكروا بطريقة فعالة لحل هالمشكلة. أستاذ هو أحسن طريقة لحل المشكلة من جذورها إنه نبعث تراكس حتى يبلش فوراً بتوسيع طرقات زقاق القط. ها إيش هو هالاقتراح هاد؟ بالحقيقة أنا بعرفك فهيم وذكي بس مو لهالدرجة. ولك يخرب بيتك على هالاقتراح المعد. ليش أستاذ؟ لك يا فهيم ما حلك تعرف إنه هالحارة أثرية وما بيجز لنا نحرك فيها حجر واحد؟ يا أنسي نوال شو عندك أنت اقتراح؟ الحقيقة شي بيحير يا أستاذ والمشكلة عويصة شوي. طيب فهموني سقاق القط كيف كان يتنظف من قبل؟ أنا رح جاوبك أستاذ فواز. يا سيدي قبل هلأ كانوا يستخدموا الدواب لنقل الزبالة من جوا لبرا. لك شو عم تحكي أنت؟ معقول هالكلام؟ يا أستاذ أحمد صرنا بالقرن 21 وبدك يانا نرجع نستخدم الدواب؟ والله يا أستاذ ما في قدامنا غير هالحل. شلون يعني؟ قالوا نعم. احترامي سيادة المحافظ. الحمد لله سيدي الحمد لله. معكن حق سيدي معكن حق. الحقيقة نحن هلأ عم نبحث بمشكلة سقاق القط. نعم سيدي السواح صاروا عم يصوروا الزبالة. خلص خلص سيدي بوعدكم بهالاجتماع نلاقي حل جذري لمعالجة هالمشكلة. ماشي سيدنا ماشي. الله معك سيدي مع السلامة. سيادة المحافظ طالع خلقه تماما من هالقصة وأنا شايف أنه بناخد باقتراح الأستاذ أحمد. أنا موافق أنه نشغل دواب بس يا ترى شو رأيكم نشغل حمار ولا بغل؟ والله يا أستاذ أنا برأيي البغل أقوى. بجوز يكون كلامك صحيح أستاذ أحمد بس السياح بيحبوا الحمير كتير وبيعتبروهن أورجينال. فعلا يا أنسي نوال معك حق. بعدين لا تنسوا انه الحمار هادي ومطيع بيسمع الكلمه وبيلبي غرض. يلا شباب خلونا نصوت على التعاقد مع حمار. اجى الرد يا جماعه وافقونا على تعيين الحمار. عظيم الف مبروك استاذ. بقى بدي منك يا عثمان الله يرضى عليك حط لنا اعلان بالجريده على انه اللي عنده حمار ذكي وفهمان ونشط وحريك يجيبه لنتفق معه. طيب سيدي ليش ما منساوي مسابقة نظامية؟ لك شو مسابقة أنت التاني؟
يعني ما احلانا ومشكلين لجنه لفحص الحمير وعلى اسئله شفويه وكتابيه. ولك يا بني ادم، نحن بدنا حمار، حمار ينقل زباله من زواريب سقالقط لسياره الزباله، بقى بدك كل هالتعقيد والروتين. طيب شلون نتفق مع صاحب الحمار؟ يعني على اي اساس نشغله عنا؟ بنعمل عقد بالتراضي بيننا وبين الحمار، بيننا وبين صاحب الحمار. شو يعني معقد المساله؟ اختراع صاروخ يعني؟ شو عاد صار معك مشان الحمار؟ لسه ما اتفقنا مع حدا. ليش ما بتشوف ابن خالتك؟ ابن خالتك بستاني وبيفهم بهالامور، بعدين عنده جحش كتير ظريف وقوي. ومين قال لك ما خطر هالشي ببالي؟ قلت له واعتذر، قال الجحش لازمه كتير لشغله. ايه معه حق، ليش لا يوصفه؟ اصلا الوظيفه ما بتغري كتير بهالايام. لانه ما عم نقدر نلاقي حمار. طيب شو السبب؟ فهموني يا جماعه، شو اللي عم يصير معنا؟ معقول نحط اعلان بالجريده لمده 30 يوم وما يتقدم لنا ولا حمار؟ سيدي عم يقولوا الراتب قليل. الراتب قليل؟ 6000 ليره بالشهر وقليل؟ يا سيدي قليل وما عن حق يحكوا هيك، لانه الحمير عم يشغلوها بالتهريب وبيطالعوا اكثر من هيك بكثير. مزبوط استاذ، وفي ناس كمان عم يستخدموها للسياحه. طيب استاذ ليش نحن ما نشتري حمار بمناقصه رسميه وقانونيه وبلاها شغله هي العقد بالتراضي؟ اسمعوا 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 ولا سمعه، اسمعوا المهندس الفهمان شو عم يقترح علينا. عم يقترح انه نشتري حمار. ولك يا بني ادم، مين بده ياخده ويجيبه؟ مين بده يطعميه؟ مين بده يسقيه؟ مين بده يعتني فيه؟ على هالحاله بدنا نعين 4-5 موظفين مشانه. انا اسف استاذ، انا بسحب اقتراحي. شو استاذ احمد؟ شايفك ملتقي كانه الشغله ما بتعنيك. لا مو قصة ما بتعنيني، بس على حساب انت رئيس مصلحة النظافة والحل المفروض يجي من عندك. صدقني عم حاول يا استاذ. هلأ ما بتعرف شي واحد عنده حمار حتى نتعاقد معه ونخلص من هالقصة؟ مبلا استاذ مبلا، بعرف حمار مرتب ونظيف، بس المشكلة صاحبه ما عم يقبل. وليش لحتى ما يقبل بقى؟ ما بعرف، قلنا له قال. خلص خلص، انا بروح معك وبنحاول نقنعه مشان المصلحة العامة، ولولا المصلحة العامة ما بروح الروح. اهلا وسهلا بابو خالتي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك يا مرحبا. تفضلوا تفضلوا، الله يسلمهم يا ابو عوار. اهلا وسهلا. والله يا جماعه اقسم بالله انه جيتكم على عيني وراسي وغالي كثير، بس يا اخي هذا طقطوق ما فيني استغني عنه والله، لانه بيلزمني بالشغل كثير. طيب ما عندك واحد غيره؟ لو لو ما عندي طبعا عندي، بس المشكله يعني انه عندي الثاني كركر. كركر بيعذبكم لانه صاير يعني زلف وغليظ وثقيل دم وجحش. بس يا ابو عوض، المصلحه العامه تقتضي انك تقدم لنا حمارك للبلديه، انت مصلحه البلد ما بتهمك؟ لا حبيبي، شلون ما بتهمني؟ اختلفنا يعني على عيني وراسي مصلحه البلد ومصلحه البلديه، بس كمان يمكن انتم ما بهون عليكم انه يتعطل شغلي. وليش لحتى يتعطل؟ اشتري واحد غيره يا اخي. شو هالحكي ابو العين الكحله، اهلا وسهلا فيك والله. ليه ما انتم بتشتروا لكم شيء حمار وبتمشوا شغلكم فيه؟ نحن ما بنقدر، اللوائح القانونيه ما بتسمح لنا نشتري حمار. طيب هلا بدي اسالك سؤال. سؤال، اهلا وسهلا تفضل. انت بيهون عليك تتلوث البيئه؟ بيئه تتلوث؟ اعوذ بالله، لا ما بيهون. لا بيهون عليك انتشار الامراض الفتاكه؟ انتشار؟ لا مستحيل، لا ما بيهون، ما بيهون تنتشر. لا اصبح ليش ما بتعطينا حمارك؟ رفضك تقديم الحمار لنا معناه انه نظافه بلدنا ما بتهمك. بسم الله الرحمن الرحيم، وين صرنا هي؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب اخي، يعني قدمكم تعطوني اجاره بالشهر الواحد يعني 6000 ليره. شو اللي كثير 6000؟ شو 6000؟ لا ما بتوفي والله، ما بتوفي. طيب 7000 واكثر من هيك ما بقدر، اللوائح ما بتسمح لي. ماشي مبلوعه مشان جيدكم يعني. طيب سؤال الاخر، كم ساعه بكون تشغلوا باليوم؟ 8 ساعات. من ساعات ايه يعني موظف طبيعي، ما مشكلة اتفقنا. عظيم، شفت هيك ما احسنك. اصبح وينك، بكرة مر على البلدية حتى توقع العقد، وبعد بكرة بتجيب حمارك حتى يداوم بالشغل، منيح هيك؟ شو هالحكي؟ رجعوا اهالي سأل قطي. ليه عم يشتكوا طيب؟ شلون؟
ما عادوا شافوا الحمار وعمال البلدية من شي 10 أيام؟ طيب أستاذ، ولا يهمك ولا يهمك، أنا رح أتصدر القصة بنفسي. خلص أستاذ، اعتبروها محلولة. ماشي أستاذ، ماشي، مع السلامة. لك شو بو هاد عبر خالتك؟ خير أستاذ، في شي؟ إيه طبعا في شي، هلأ اتصلوا فيه من المحافظة، قال صار القط عايم بالزبالة. بقى ابن خالتك ليش ما عم يبعت الحمار على الشغل؟ يا أستاذ بصراحة في إله مطالب جديدة، هيك قال. أيوة، وشو هالمطالب بقى؟ طبعا طبعا في إله مطالب جديدة. إيه يا أخي، على عيني وراسي أنت ومطالبك، بس ما بيحق لك بنوب تمنع طقطو يروح على الشغل. شو هالحكي هاد؟ ابن خالتي حكي معه كأنك مانك من العيلة بنوب. يا أستاذ يا حبيبي، شو بدي أقول لك، يعني إذا أنا ما عملت هيك ما حدا عم بحس بهالمسكين يا أخي. طيب وشو هي مطالب حضرتك الجديدة؟ ها يا عيني عليك، هلأ فتنا بالمفيد. اسمع أستاذ، أولاً أنا ما بسمح ولا بشكل من الأشكال إنه حدا يهين طقطو أو يجرح مشاعره بشي كلمة طالعة نازلة يا أخي. ليش حدا خانه أو وجه له عبارة نابية لا سمح الله؟ إيه طبعاً. مثل شو يعني؟ في واحد من عمالكم قال له تحرك يا حيوان، والتاني الغليظ السئيل تقيل الدم قال له يلا يا غبي. معقول؟ معقول هيك قالوا له؟ والله يا أستاذ ما عم زل عليك بحرف. بعدين طلع طلع المسكين شلو عم يأكل مثل القرفان، كسروا له خاطره. بجوز هالشي من الله يا أستاذ، بجوز. شوف شوف شوف. لا لا طبعا ما بجوز، ولا يهمك، أنا رح نبه على العمال يعاملوه بلطف وأدب، وإذا كان هالحمار عنده استعداد يستوعبهم رح خليهم يعتذروا منه. منيح هيك منيح. شو رأيك ابن خالتي، مو منيح؟ لك ماشي الحال ماشي الحال. ايه منيح. ثانيا اخي، انتو طول النهار عم تخلوه لطقطوق بدون اكل، هلأ طقطوق بدون اكل طول النهار 8 ساعات، يعني شلون بده يخدم البلدية؟ شلون بده يخدم البيئة؟ لك شلون؟ هاي كمان مقدور عليها، بنخصص لطقطوق كل يوم وجبة طعام. منيح، مو مشكلة مو مشكلة. وغيره؟ ثالثا، انتو عم بتشغلوا لطقطوق كل يوم 10 ساعات والدوام الرسمي 8، يعني في له عندكم ساعتين زيادة وانتو ساكتين صح؟ ولا يهمك ولا يهمك، كل الساعات اللي اشتغلون رح نحسب له اياهن اضافي. لا وكلكم، ويوم اللي مرض فيه طقطوقكم. ليش مرض طقطوق بسلامته؟ اي نعم يا سيدي، مرض من اسبوعين هيك حيله حط ونهار الصبي مدري شو صار له، واجريه صاروا هيك يلفوا على بعضهم بدال ما يروح يمين يروح يسار. لا وفوقها زادوا له الحمل وما حدا التكش فيه. مشان هيك استاذ لا تاخذني بهالكلمه، انا بدي ضمان صحي لطقطو وطبيب مشرف، طبيب خاص يشرف على طقطو، وحتى لو كان بيطري ما عندي مشكله عادي بتفاهم معه. تكرم عينك. وغيره؟ سلامتك استاذ، ما بدي الا سلامتك وتكون بخير وصحه. بس الله يخليك استاذ، يا ريت هيك بعد فتره بدنا شيء اجازه لطقطوشي 10 ايام، لانه اخواله مشتاقين له بقبرص لازم يشوفوه. ايه وشو طلب ابن خالتك كمان؟ طلب له جلال شتوي وجلال صيفي. وشو كمان؟ طلب وسيله نقل حتى تاخذ طقطوق وتجيبه على الشغل، وطلب له حوافز كمان. يا عيني عليك يا ابو عوض، والله عم يشتغل لحماره بقلبه رب. ايه والله عم يشتغل له ويخلص له حقه كمان. يعني قديش صار يطالع حمار ابن خالتك بالشهر؟ يعني بدك تقولي شي 10,000 ليرة. ايه الدنيا حظوظ يا عمي، قال اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى. شو قصدي؟ سلامتك، ما قصدي شي، ايدك على جيبتك وناولني مصاري بدي جيب كنادر للبنات. ما معي مصاري. ليش خلص المعاش؟ نعيما خلص المعاش، ايه خلص من 10 الشهر. شو؟ وين هربان؟ ما عجبك الحديث؟ ماري هربان، بس فايت اتسطح شوي، تعبان. شو جابني للحمار هلا؟ يعني مفكر حالك انت احسن منه؟ طبعا احسن منه، احسن منه بكتير كمان. طالما هيك عم تحكي فاسمع، اولا
هو لا تعذب ولا درس جامعة ولا له معلق شهاداته على الحيطان وعم يتباهى فيها. ثانيا ما حدا بيرفع فيه تقرير وبيدس عليه هون وهون. ثالثا ما بيقدروا ينقلوه ولا يعاقبوه. رابعا لما تعين تعين بدون مسابقة، مو مثل حضرتك لحست 100 ايد حتى وظفوك. خامسا لما تعين الحمار طقطوق ما جاب موافقة أمنية من 10 فروع مثل ما عملت حضرتك. سادسا لما بدك بس يا رباب بس لك انت طالق 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 طالق. خير احمد خير؟ شو بك عم تصرخ؟ بصراحه يا رباب شفت منام بشع كتير. شو شفت؟ شفت اني طلقتك. يا لطيف تتلطف، شو هالحكي ليش؟ ما بحسن قلك